السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنشتغل مع بعض نموذج رقم 1 في المهمات الأدائي. السؤال رقم ألف بيتكلم بيقول لي إن أنا دلوقتي عايز أجمع 56% زائد 15% بتساوي كام، وفي نفس الوقت بلون اللي أنا عملته دوت. طيب هو 56% زائد 15% بيساوي كام؟ هنيجي نجمعهم مع بعض هيديني 71%. يبقى معنى كده إن أنا محتاج ألون 71 مربع من المربعات الصغيرة دي، يعني هلون 7 أعمدة ومربع واحد. طبعا هو هنا في الصورة ملونهم بلونين مختلفين، لا احنا ممكن نبقى نلونهم ساعتها بلون واحد، مش مشكلة، المهم ان احنا نلون 71 مربع، يعني 7 أعمدة ومربع واحد لوحده. نخش بعد كده على السؤال ب. السؤال ب بيقول لي سل كل كارت من الكروت التالية بما يناسبه. فانا عندي شوية عمليات حسابية فوق محتاج ان انا اعمله. اول عملية حسابية عندي اللي هي قيمة المجهول في المعادلة اكس زائد 2.75 بيساوي 12.5. طبعا هنا زي ما احنا عارفين كده عايزين نجيب قيمة الاكس، يبقى هنطرح 12.5 ناقص 2.75 واساوي العلامات وابتدي اطرح، هيطلع بيساوي 9.75. عندي بعد كده تاني حاجة اللي هي 12% في 10. طبعا 12% في 10 بحرك العلامة مرة واحدة، وده ما بحرك العلامة مرة واحدة ناحية اليمين، فهتبقى 1.2. طبعا هوصلها بواحد واتنين من عشرة. بعد كده عندي 6630 على 26، ودي قسمة مطولة. هنيجي على القسمة المطولة نحسبها على جنب كده، هتطلع بتساوي 255. آخر حاجة عندي هنا 6.4 في 1.7، طبعا هنضربهم مع بعض من غير علامات، وبعد كده بنحط العلامة بعد رقمين، هتطلع لي 10.88. ساعتها كده يبقى ده الناتج بتاعها وهنوصله برضه. وبكده يبقى التوصيلة عندنا أول حاجة اللي هي الإكس زائد 2.75 بيساوي 12.5، هتتوصل ب 9.75، وال 12% في 10 هتتوصل ب 1.2، وال 6630 على 26 هيساوي 255 هنوصلها بيها، وال 6.4 في 1.7 ب 10.88. وكده هتبقى انتهت المهمة رقم 1 في مهمة الصف الخامس الابتدائي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.